أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء خاص مع رئيس مجلس الإدارة لشركة مواني دبي العالمية السيد سلطان أحمد بن سليم. مرحبا بك سيدي في صومالي لاند، ونتشرف إن احنا نرحب فيك في صومالي لاند بلدك الثاني. ما هي رؤيتكم وانطباعاتكم عن صومالي لاند؟ طبعا سومايلاند من الدول المهمة على القرن الأفريقي، ومينا بربرة مينا عريق ومهم للتجارة العالمية، ونحن ندرس هذا الموقع من مدة طويلة. والحمد لله أنا سعيد جدا بوجودي ببربرة، وأعتقد أن بربرة لها موقع مهم ونقطة مهمة للتجارة العالمية ومكملة لجيبوتي. نحن متواجدين في جيبوتي وعندنا مشاريع توسعات أيضا في ميناء جيبوتي، والطلب على خدمات المواني كبير في القرن الأفريقي، والنمو المتزايد في إثيوبيا يحتم وجود مواني تساعد في انسياب التجارة بشكل طبيعي. أيضا وجود ميناء في بربرة حديث وعنده القدرة في استقبال البواخر الكبيرة سيخفف من تكلفة الشحن من وإلى بربرة. فأعتقد وجودنا كشركة عريقة وعندها خبرة في العالم بيساعد. إضافة أيضا اليوم ذهبنا في جولة مع المسؤولين في الحكومة للاطلاع على مقترحات الحكومة للمنطقة الحرة التي تريد أن تنشأها الحكومة، ونحن شركة مواني دبي العالمية عندنا خبرة أكثر من 30 عاما في تطوير المنطقة الحرة في جبل علي، اللي هي منطقة من أشهر المناطق. والآن وجود منطقة قريبة من الميناء وقريبة من المطار أعتقد بتكون مناسبة لتشجيع الحركة التجارية وخلق فرص عمل للمستثمرين، وبينعكس هذا على توفير فرص عمل أيضا للشعب في سومايلاند وفي بربرة بشكل خاص. أوكي، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول اللي عملت علاقات قوية مع الصوماليلاند، مع جمهورية الصوماليلاند. يا ترى ما تأثير هذه العلاقات بدول الجوار في منطقة القرن الأفريقي؟ دولة الإمارات الحمد لله نحن يمكن رأس مالنا هو سمعتنا، وقيادتنا دائما مركزة على أن تكون علاقاتنا في تطور وإلى الأفضل، والحمد لله تربطنا علاقات طيبة مع كل الدول وبالذات دول القرن الأفريقي. دولة الإمارات لها تقدير كبير عند الشعب الصومالي بشكل عام، ودولة الإمارات تربط علاقة بجمهورية الصومال وصوماليلاند وكل ما يكون الصومال. نحن كدولة الإمارات نؤيد وندعم ما ترغبه يعني الحكومات في القرن الأفريقي، ونحن ندعمهم ونساعدهم، لأن نريد نطور جسور التواصل، ونعتقد أن الحركة التجارية هي أفضل طريقة لتقوية أواصر العلاقات بين دولنا. في شروط يجب توافرها في أي ميناء تعمل تحت مظلة شركة مواني دبي العالمية، يا ترى ما هي الشروط اللي كانت موجودة ضمن هذا إن تكون ميناء بربرة ضمن الشركات التي تعمل تحت أو المواني التي تعمل تحت مظلة شركة مواني دبي العالمية؟ وهل هذه الشروط يعني طابقت بشكل سهل؟ وما هي التحديات التي واجهتها شركة مواني دبي العالمية بما أنك رئيس مجلس إدارتها؟ نعم، لا مشكلة. طبعا ميناء بربرة ميناء مهم. نحن يمكن اللي ساعدنا بشكل كبير أن نحن موجودين في جيبوتي
فعندنا خبرة وتجربة أكثر من غيرنا، وعندنا شجاعة من تجربتنا الناجحة في جيبوتي، وبالتالي لكي نستثمر في أي ميناء لابد يكون موقعه مهم بالنسبة لزبائننا. موقع ميناء بربرة في البحر الأحمر وأيضا المحيط الهندي، فهو معظم البواخر العالمية اللي تمر بين الشرق والغرب تمر أمامه، هذا شرط مهم. أيضا هناك كثافة سكانية ما شاء الله، سوميلاند عدد سكان 4 ملايين شخص، هذا سوق مهم داخلي بيساعد لتشغيل الميناء. أيضا بربرة وهرقيسة ما تبعد كثير عن ديرداوة، وديرداوة هي المنطقة اللي تتجمع فيها البضائع من جيبوتي ومن إن شاء الله بربرة في المستقبل. بربرة بيكون لها دور مكمل لجيبوتي. نحن نؤمن بقوة الاقتصاد، ويعني اهتمامنا إن شاء الله أن الاقتصاد سيتطور في بربرة، وأعمالنا نحن في جيبوتي ماشية الحمد لله بشكل طيب، وعدنا توسعات في ميناء الدرالي، والآن نفاوض الحكومة أيضا على توسعات أخرى في ميناء جديد، لأن هناك حاجة لإمكانيات تفريغ، وخاصة أن جيبوتي مرتبطة بسكة حديد مع ديرداوة وفي النهاية أديس. بربرة بتكون مكملة، أول شيء تخدم السوق المحلي اللي هو أكبر من جيبوتي، ولكن أيضا بتخدم أيضا إثيوبيا، لأن إثيوبيا ما تستطيع تعتمد على ميناء واحد. النمو في إثيوبيا اليوم يصل إلى 20%، 20% نمو في اقتصاد إثيوبيا، فهذا يحتم وجود ليس ميناء واحد. الحكومة الإثيوبية مهتمة بأن يكون هناك عدة مواني، وهم شجعون الواقع أن بسرعة نحاول نطور الخدمات في بربرة، لأن الضغط بيكون كثير على جيبوتي، وجيبوتي الحمد لله فيها توسعات. الحكومة في جيبوتي أيضا تنظر لتوسعات مهمة بالنسبة لجيبوتي، ولكن أيضا بربرة ما بيكون فيها منافسة لجيبوتي، بتكون مكملة لما عملنا في جيبوتي. نعم. والتحديات؟ شوفي، التحدي الأكبر في إفريقيا بشكل عام هي البنية الأساسية. يعني اليوم الميناء في بربرة يحتاج طريق إلى هرقيسة، فالحمد لله مسألة الطريق انحلت، وصندوق الدولي للتنمية أبلغونا أنهم بيتكفلوا ببناء الطريق، وهذا شيء جيد وبيدعم الحركة التجارية بشكل كبير. فهي التحدي الكبير في إفريقيا دائما هي البنية الأساسية. طبعا نحن الميناء الآن بنبني وبنطور أرصفة، المنطقة الحرة الحكومة عرضت علينا عدة خيارات لها. اليوم كان عندنا مستثمرين من دولة الإمارات حضروا معنا مهتمين وقرروا يستثمروا، وإن شاء الله أيضا بعد رمضان المبارك وبعد العيد إن شاء الله بعد ما يرجعوا الناس من إجازاتهم سنأتي بوفد أكبر من رجال الأعمال المستثمرين ليستفيدوا من الامتيازات اللي توفرها سوميلاند. وفي النهاية نحن ما نستثمر في هذا البلد بيكون لتقوية العلاقات التجارية ولتخفيف تكلفة الصادرات، لأن اليوم بربرة يكلفها الكثير لاستيراد البضائع ويكلف الكثير للتصدير، فإذا تطور الميناء هذا بيوفر على الحكومة شيء كثير، وفي نفس الوقت بيخرق فرص عمل للشباب في سوميلاند. أنت تحدثت الآن عن الاستثمارات، يعني الاستثمارات المستقبلية في سومالي لاند، يعني عندك الآن 1-2-3 خطط لاستثمارات مستقبلية ممكن تنفع تطوير النمو في سومالي لاند أو تطوير النهضة اللي تقوم فيها حكومة سومالي لاند في الوقت الراهن؟ بالطبع، نحن طبعا من تجربتنا في جبل علي هدفنا أن إن شاء الله بعد ما تتطور المنطقة الحرة بالبنية الأساسية استراتيجيتنا أنه ندعو المستثمرين من دولة الإمارات ومن العالم
وطبعا نعرض عليهم المميزات، وانا اعتقد ان بتكون مميزات جذابه، وان شاء الله يعني في النهايه نحن نترك حريه اختيار نوع الاستثمار للمستثمر. الديمقراطية والسلام والأمن تعتبر ثروة قومية للصوماليلانديين، يا ترى كيف تستفيد دي بي وولد أو شركة مواني دبي العالمية من هذه الامتيازات أو من الثروة القومية اللي يتمتع فيها كل صوماليلاند، فخر لكل صوماليلاندي فيه؟ نحن طبعا في مفاوضاتنا مع الحكومة نحن شركة دائما نحترم قوانين أي بلد ونمشي طبقا للسياسات اللي ترسمها الدولة والحكومة للشركات. نحن ننصاع لهذا الشيء ونمشي بنفس النهج. عند تفاوضنا مع الحكومة بدأت المفاوضات مع الحكومة وحولت للبرلمان، والبرلمان ناقش الاتفاقية، وفي النهاية البرلمان وافق وصادق على الاتفاقية. فهذه الطريقة في القيام بإجراءاتهم تطمن المستثمر، لأن مهما تتغير الحكومة هناك قوانين يمشون عليها. وأعتقد يمكن من مصدر قوة صوماليلاند واستتباب الأمن أن هناك عندهم نظام جيد ومؤسسات حكومية تعمل وتتخذ قرارات ملزمة للحكومة ولكن بعد مناقشة مستفيضة، وهذا انعكس طبعا على الامان اللي اليوم نراه نحن في 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 صوماليلاند، وقدره الحكومه على المحافظه على الامن والاستقرار الواقع. هذا من اهم الاشياء اليوم في اي بلد في العالم، هو الامن والامان، وهي نعمه نحن ان شاء الله نحرص عليها دائما، ونتمنى دائما دوام الامن والاستقرار لصوماليلاند. ونعتقد بجذب استثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء صوماليلاند هذا بيزيد من الأمن والأمان في هالبلد. سؤال ثاني، هي سؤال ثاني، في أنت قلت إنك عملتم المفاوضات مع حكومة صوماليلاند استمرت فترة، يا ترى هي خرجت للعلن خلال السنتين الأخيرتين، يا ترى قبلها كم استمرت؟ لا نحن صارنا نتفاوض من سنتين، نحن بدأنا من سنتين بعد ما الحكومة وجدت أن مشروعنا مجدي واقتنعت، طلبوا منا أن نقدم المشروع إلى البرلمان، وظل في البرلمان واتخذوا طبعا إجراءاتهم في البرلمان والمداولات، وفي النهاية اتخذ القرار بالموافقة. نعم، وهذا قرار إن شاء الله صائب، وإن شاء الله تستفيد منه صوماليلاند، ويستفيد منه شعب الصومال، ويستفيد من شعب بربرة، ويكون فيه فايدة ومردود لدولة أرض الصومال وأيضا لدولة الإمارات والمستثمرين بين البلد، وأيضا تستفيد منه جيبوتي ودول القرن الأفريقي، لأن كل ما يكون هناك استثمار، بدأنا في جيبوتي وكانوا الناس يضحكوا ليش رحت جيبوتي، اليوم ما شاء الله استثمارنا جيد، والآن في بربرة، وأيضا سمعته قبل مدة في أحد الشركات تستثمر في بصاصو. فيعني الاستثمارات هذه هي عامل من أهم عوامل الاستقرار، لأن الاستثمارات تجذب تخلق فرص عمل، والناس إذا وجدوا فرص عمل لرزقهم يستتب الأمن. نعم، الله يوفق إن شاء الله. سؤال أخير، يا ترى بتواجدك في صوماليلاند وتعاملك مع حكومة صوماليلاند، ما هي الرسالة التي سوف تعطيها أو النظرة التي سوف تنقلها إلى العالم من خلال؟ والله نحن طبعا تجربتنا جيدة مع الحكومة، مع فخامة الرئيس ومع المسؤولين، ونشجع الاستثمار. وأنا أيضا أؤكد أن المسؤولين والسياسيين في صوماليلاند، سواء الحزب الحاكم أو الحزب الأحزاب المعارضة، كلهم دعمونا الواقع، حتى أن بعض الأحزاب المعارضة اتصلوا بنا وجاء قابلوني وقال نحن ندعم أي شيء يخلق فرص عمل في هذا الصومال. وهذا يبين أن في النهاية الهدف اللي بيفيد الصومال الكل يأيده، فهذا شيء جيد، ونتمنى ونشجع الواقع المستثمرين أن
أرض الصومال ودولة أرض الصومال تعطي فرص جذابة للاستثمار. في النهاية أشكرك على تواجدك في صوماليلاند وأشكرك على هذا اللقاء القصير. أعزائي المشاهدين، كنتم مع لقاء قصير مع رئيس مجلس إدارة شركات مواني دبي العالمية. شكرا لك سيدي.